معين ماما تعال خلصنا لهم يا با مش عامل لنا بتوع للبيع والخبزات لحالهم أنا سيدة سورية من درعا، جينا من سوريا على الأردن ناصحة يعني اللجوء اللجوء على المخيمات الزعتري من 2013 بشهر 2 والحمد لله رب العالمين وصلنا بسلام وأمان ويعني من هرمنا من حرب يعني فظيعة. بالبداية أنا دخولي على الأردن كان أنا الله يخلي لكم عندي 5 أولاد. بالبداية كان دخولي مبتدأ إنه جبت ولد وعلى أساس إن الأسرة وعائلتي إنها تلحقني زوجي بس كان بالسجن وابني كمان برضه كان بالسجن. تمنى ضلينا لآخر فترة إنه تمنى إنه يجوا يلحقونا بس ظروفهم وأنا سكرت الحدود وكان في صعوبة كتير بالدخول بعدين للأردن بسبب الحرب. والله وكانت يعني شيء في يعني صعوبات بالبداية طبعا أكيد أول الطريق بس يعني ما بيخلى الأمر يعني في كانت علي في السنتين الأخرانيات ظروف صعبة بسبب الكورونا طبعا. يعني أنا سيدة والله يعني شائعة يعني بصراحة بحياتي في أوقات يعني الدخل كان ما يكفيني كافحت يعني الحمد لله الشغل المعيب أكيد يعني شفنا الحمد لله شو في يعني دخل يساعدنا في دخل حياتنا يعني من خبز من أي شيء يساعدنا يعني بالحياة شوية كانت صعبة علينا بعد الكورونا وبداية الكورونا والحمد لله رب العالمين أي نحن نشكر الله على كل شيء وعايشين ويعني أنا أخذ بيت بسيط جدا يعني حتى ما فيه مستلزمات الحياة الكاملة حصل لي أيام الشتاء والحمد لله يعني عايشين ومبسوطين ونشكر الله على كل شيء ونتمنى أن تكون لقدام حياة أفضل شوي من هيك وحتى يعني من أنا المفوضية من شهر 7 طالي الكوبون نتأمل أنه يرجعوا لنا إياه لأنه الظروف كثير صعبة والحياة صعبة يعني وعندي ولد صغير في الصف السادس وبده يعني شوية رعاية وبده شوية يعني مصاريف شوية صعبة يعني علي لحتى عايشة والله أنا يعني كوني أخذ بيت عربي الحمد لله رب العالمين يعني بالنسبة لعملي هذا التنشيف الخبز يعني بأيام الصيف كون البيت يعني مكشوف ومشمس يساعدني يعني على تنشيف الخبز بشكل كويس وجيد ودخل زايد أما بأيام الشتاء والله بلاقي لأنه مكشوف البيت وبتيجي المطر علي كتيرة بقلل من هذا الشغل وفي أولاد حلال يعني هدول اللي عندهم بيربوا الأغنام والحلال الحمد لله يعني وتعرفوا علي من خلال السوق والناس طيبة وصرت أبيعهم يعني ممكن من الشهر مرة يعني دخل بسيط 20-15 هيك الحمد لله رب العالمين والله يعني أنا سكنت في هذا البيت كتير كتير يعني شوية مأساة بس شو بدنا نقول الحمد لله بسبب أنا دخلي ما بيساعدني وما بسمح لي إني أستأجر ببيت غالي أو بيوت غالية أو شقة يعني غالية شوية يعني دخلي لحد 100 ليرة لا أكثر بسمح لي إني أستأجر وأقعد ببيوت بهذا الدخل مع مي وكهرباء طبعا كتر الله خيركم وكتر خير الناس الطيبة وولادين الحلال يعني الحمد لله.